اختلف مع كينغ علنا وانتقد تركيز كينغ على التطرف الإسلامي. And here's another thing. We want the Muslim. لماذا لا ننظر إلى التطرف بكل أنواعه؟ فنحن نريد أن يتعاون المسلمون من أصل أمريكي مع أجهزة الأمن، وهم يتعاونون بالفعل. فالشخص الذي نبه الشرطة إلى محاولة التفجير في تايم سكوير كان مسلماً. In Times Square was a Muslim guy. Muslim community has the right. لي كينغ علاقة متوترة مع الجالية المسلمة في دائرته الانتخابية في نيويورك. كان آخرها استنكاره خطط بناء مسجد قرب الموقع السابق للبرجين. لكن مراقبي الكونغرس يقولون إن ما يقوم به كينغ هدفه ليس المسلمين بل إدارة أوباما. Out of office in 2012, and so they will be using. هدف الجمهوريين هو هزيمة أوباما في الانتخابات المقبلة، وسيعقدون جلسات استماع لإحراج الإدارة الأمريكية. وبغض النظر عن السياسة، مشكلة الإرهاب الداخلي تبقى، والحل قد يتطلب من المسلمين الأمريكيين أن يبحثوا في الأسئلة الصعبة المتعلقة بتطرف الشباب كما يقول أليسون. إذن ما قلناه هو أن الإسلام دين سلام، وإذا أهملنا الإرهابيين ولم نتحدث مع أطفالنا عن التهديدات هذه فلن يكون هناك استقرار. منى الشقاق، العربية، واشنطن. ومن واشنطن تنضم إلينا المحامية سيدة سحر عزيز المتخصصة في شؤون الأمن القومي والحقوق المدنية. أهلا بك سيدة عزيز. إلى نهاية الأسبوع، فقط أشير أنه حضرتك من أصول عربية ولكن تتحدثين الإنجليزية، لذلك رح يكون الحوار مترجم. سيدة سحر، إلى أي مدى النائب كينغ يستطيع المضي قدما في هذه الاستماعات، هذه الجلسات؟ من المؤكد أنه لديها الصلاحية القانونية لإجلاء جلسات الاستماع، لكن الطريقة التي يقوم بها بإجلاء